كيف نميز ونعرف حضنة الذكور من حضنة الإناث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي بكل خير وأتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة. قبل أن نبدأ أصدقائي نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اذكر الله لا إله إلا الله. أصدقائي قبل أن نأمل منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكذلك الأمر، نأمل منكم أصدقائي البقاء معنا حتى نهاية هذا الفيديو، حتى تكتمل لديكم المعلومة ولا يكون لديكم نقص في المعلومة. أصدقائي كما تشاهدون الآن، كيف نستطيع أن نميز ونعرف الحضنة المغلقة أو المفتوحة من الإناث والذكور؟ والهدف من هذا التمييز وهذا التوضيح هو أنه عندما يكون هناك تغلب الحضنة، حضنة الذكور على حضنة الشغالات، فهذا إشارة بأن هناك مشكلة في النحل، هناك مشكلة في الحضنة، بأن هناك هناك بيض كاذب غير ملقح ينتج عنه ذكور. أصدقائي كما تشاهدون أمامكم، ها هو الفتحات السداسية المغلقة التي أمامكم، هي ذكور. كيف عرفنا هي ذكور؟ هي أعلى من سطح مستوى الفتحات السداسية أصدقائي، كالجبل الصغير، هي كالجبل الصغير. وهذا يعني أن هذه الفتحات السداسية ذكور، وكما تشاهدون أنها مشتتة ليس في مكان واحد، هذا يدل أن الخلية مشتتة والحضنة مشتتة، ويجب التعامل مع هذه الخلية بكل حكمة، إما دمجها أو إلغائها. وهناك بعض الفتحات السداسية قد يكون هناك بيض داخلها، علينا أن نتعامل مع هذه الفتحات السداسية المغلقة الموجود فيها الذكور كالجبال. انظروا أصدقائي، ها هي بارزة عن سطح الإطار الشمعي، بارزة تماما، وهذا مغاير عن الحضنة الشغالات. حضنة الشغالات تكون في مستوى سطح الشمع أو الإطار أصدقائي، وهذا إشارة بأنه يجب التخلص من هذه الإطارات بأي طريقة أصدقائي، ووضع بدل منها إطار حضنة مفتوحة أصدقائي حتى يعمل عليها النحل. أصدقائي هذا مؤشر بأنه لا يوجد ملكة في الخلية، وهذا مؤشر أن الخلية ضعيفة، وهذا مؤشر أنه يوجد بيض كاذب ويوجد ملكة كاذبة، وأنه تم تكذيب الملكة الحقيقية، إما قتلها أو تهجيرها أو لأي سبب كان أصدقائي. كما تشاهدون تماما أصدقائي، ها هي الملكة ضعيفة، ممكن أن تكون ضعيفة هذه الملكة أصدقائي. صراحة لا نخفيكم سرا أننا قمنا بوضعها أصدقائي، لم تكن هناك ملكة في هذه الخلية، ونحن قمنا بوضعها التي شاهدتموها أمامكم، لكن هذه الملكة يبدو عليها أنها ضعيفة وأنها لا تبيض وأن فيها مشكلة، فاضطررت آسفا التخلص من جميع الإطارات والخلية ودمج هذه الخلية في خلية أخرى أصدقائي، وتم التخلص من الملكة التي ترونها لا تتحرك من مكانها أصدقائي. لا أدري لأي سبب كان، إنما هناك أنا أركز على الهدف، الهدف هو أما تشغيل الخلية أو دمجها في خلية أخرى. يجب أن تركز على الهدف، لا تركز على الملكة، ممكن أن تضحي بها، ممكن أن تضحي ببعض الإطارات وتضحي ببعض
الحضنة وتضحي ببعض العسل من أجل إنقاذ حياة خلية. أصدقائي، أنت تنقذ خلية بخلية كما تشاهدون. عليك التصرف بعقلانية وبحكمة مع هذه الإطارات ومع هذه الخلية، ويجب اتخاذ قرار. ولا تأخذك العاطفة ولا يأخذك الشغف بأنك تقول لعلها تتحسن في الأيام القادمة، فإنها لا يمكن بهذا الشكل، لأن لا يوجد حضنة مغلقة للشغالات بشكل منتظم، لا يوجد حضنة مفتوحة للشغالات بشكل منتظم، لا يوجد حبوب لقاح، النحل مشتت، الملكة مشتتة. يجب التعامل بحكمة مع هذا الأمر واتخاذ قرار. القرار هذا إنقاذ الخلية ودمجها في خلية أخرى حتى لا يموت النحل الذي بداخلها. هذا الحل الأمثل لهذه الخلية أصدقائي. كما تشاهدون بهذه الطريقة، ممكن أن تتعامل مع هذه الخلية بشكل تدريجي، وذلك عبر تخفيف الإطارات شيئا فشيئا. كل يوم تقوم برفع إطار، إطارين، إطار، إطارين، إلى أن يبقى في آخر الخلية 3 إطارات أو إطارين حسب كثافة النحل. وبعد ذلك تأخذ القرار النهائي. انظروا أصدقائي، هذه حضنة الذكور، هذه حضنة الذكور كما تشاهدون أصدقائي. بكل سهولة تستطيع أن تعرف وتميز حضنة الذكور بكل سهولة. كما تشاهدون هناك تحجر للذكور داخل الفتحات السداسية. هناك مشكلة في هذه الخلية أصدقائي، مشكلة كبيرة. وهذا قد يأتي المرض، ويأتي أمراض، وتأتي المشاكل. يجب حل هذا الموضوع أصدقائي، وذلك عبر دمج هذه الخلية والتخلص. علما ونؤكد أن هذه الحضنة التي ترونها وهذه الإطارات التي يوجد بها حضنة وذكور، يجب عدم إبقائها في المكان، يجب إخراجها وعدم وضعها في أي خلية من الخليات، لأنها أصبحت لا تصلح. يتم وضعها خارج الإطارات وخارج الخلايا وعدم استخدامه بتاتا. كما تسمعون أصدقائي، لأنه لو تم وضعها في أي خلية أخرى يولد بها بيض، وفتحات السداسية يولد بها بيض كاذب غير ملقح ينتج عنه ذكور. إذن الحل هو إخراج هذه الإطارات في الخارج ووضعها خارج الخلية أصدقائي. اتخاذ القرار سهل جدا وبكل سهولة، قرار حكيم. عدم إبقاء أي إطارات من إطارات الذكور. لا تأخذك العاطفة. يجب إخراج الإطارات فورا، ووضع النحل في ودمج النحل بأقصى سرعة في خلية بجوار إحدى الخلايا أصدقائي. إن كانت لا يوجد خلية بالقرب من هذه الخلية، ممكن ألا تستعجل في اتخاذ القرار. بإمكانك أن تقوم بتقريب خليتين تدريجيا. كل يوم تقوم بتقريب الواحدة تلو الأخرى نصف متر، 50 سنتي، 50 سنتي. كل يوم تقوم بتقريب الخلايا إلى بعض. الخليتين اللتين ستقوم بدمجهما في بعضهما البعض أصدقائي. هذا الأمر مهم، وهذا الكلام مهم، ويجب الأخذ به بعين الاعتبار وعين الأهمية. لا تتردد في إلغاء أي خلية، لا تتردد في دمج أي خلية، لأن هذا يعتبر من نجاح خلية. أن بإمكانك أن تضحي بخلية وخليتين وثلاثة إن كانوا ضعيفة من أجل إنجاح خلية قوية. أنت تستطيع أن تميز بين الملكة الهزيلة والملكة النشطة من حركتها، من وجهتها. ها أنا أقوم بدمجها الآن كما تشاهدون أصدقائي. الآن بسبب كثرة الذكور وكثرة الحضنة، الآن قمت بنفض الذكور على الأرض، وسأقوم بإتلاف الإطار ودمج هذا الإطار أصدقائي إلى الخلية. هذه مرحلة أولية، لن يتم دمج هذه الخلية في التي بجانبها بشكل أول مرة واحدة أصدقائي. هذه مرحلة أولية أصدقائي، انظروا بهذه الطريقة تماما. ويجب إبعاد كل ما يتعلق بالخلية التي تم دمجها، أي الفارغة، الخلية التي سيتم دمجها أصدقائي. انظروا
هاي تم نفض أصدقائي هذه الخلية، وتم إخراج الناحل الموجود بها أصدقائي إلى خارج الخلية أصدقائي، وسيتم إبعاد هذا الصندوق. هناك عدة خلايا قمت بدمجها من داخل المنحل. لماذا؟ لأنني سأنقذ خلية وسأقوم بتقوية خلية أخرى. أنا المستفيد، النحال هو المستفيد. أنت لن تخسر خلية، بالعكس أنت كسبت. أنت قمت بتجيش النحل، أنت قمت بتقوية النحل. هذا الأمر مهم جدا إخواني أحبابي، هذا الأمر يجب أن تأخذوه بعين الاعتبار. إياك أن يأتي في نفسك أو في قلبك أنك قمت بتدمير خلية أو خسرت خلية وثم نبلغ، لا بالعكس، أقدم على هذه الخطوة بكل سهولة بكل جرأة. أصدقائي آمل أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو، إن كنت قد استفدت نأمل منك وضع إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته أصدقائي، وحتى تشجعونا على أن نعمل لكم فيديوهات أخرى أصدقائي وحلقات جديدة. كونوا معنا في حلقة جديدة وفيديو جديد في المرة القادمة إن شاء الله أصدقائي، ونحن سعداء لكم ومعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.